مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. مواجهة الإرهاب في القمة العربية، اقتراح القضاء لتسوية أزمة قانون السلطة القضائية، والحكومة ترفض مقترح البرلمان بشأن العلاوة، وزير الداخلية ينحني أمام أرواح الشهداء. وإليكم تفاصيل النشرة. مواجهة الإرهاب على رأس أولويات القمة العربية، حيث توافد القادة والزعماء العرب على عمان للمشاركة في أعمال القمة 28، ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن لرئاسة وفد مصر خلال أعمال القمة، حيث يتضمن برنامج رئيس لقاءات ثنائية مع عدد من القادة العرب للتباحث حول عدد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والصومال، ودعم عملية السلام والتنمية في السودان. وتناقش القمة سبل تفعيل العمل العربي المشترك على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب التعاون في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. محاولات القضاء لتسوية أزمة قانون الهيئات القضائية، فقد أرسل نادي القضاء مقترحا إلى مجلس النواب مرفق به المذكرة التفصيلية لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والخاص بتعيين رئيس محكمة النقد. وينص المقترح على أن يعين رئيس محكمة النقد من بين أقدم 3 من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى. وقال النادي أنه سبق وأرسل المقترح إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الإصرار على طرح مشروع القانون بالبرلمان. لا تهاون في مواجهة الفساد بكل صوره، فقد أكد شريف إسماعيل رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن من يثبت عليه الفساد سيطبق عليه القانون مهما كان موقعه، مشيرا إلى أن الفساد ليس فقط اختلاسا ولكن له صورا أخرى من بينها الإهمال. وحول تحديد كميات البنزين المدعمة، نفى رئيس الوزراء ما يتردد حول توزيع 5 لترات بنزين لكل مواطن في إطار عملية ترشيد الدعم. على جانب آخر، رفض وزير المالية عمرو الجرحي تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحا أن اقتصار علاوة 10% من الأجر الأساسي على غير المخاطبين بالخدمة المدنية يرجع إلى أن الشريحة الأخرى حصلت بالفعل على علاوة 7% بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، مشددا على أن المشكلة هي توزيع مزايا للذين لا يحتاجونها. التحية لأبطال مصر، فقد كرم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية 162 من أسماء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والمتميزين من القيادات والضباط والمجندين، وتسليمهم الأنواط التي منحها لهم رئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تقديرا لما قدموه من تضحيات. وطلب الوزير بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة الأبطال، متوجها بالتحية والتقدير لأرواح الشهداء، قائلا ننحني أمام أرواحهم الطاهرة التي قدموها فداء للوطن. قضت محكمة جناح العجوزة بحبس عاطل المتهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة المستشار الأمني للرئيس عبد الفتاح السيسي 4 سنوات وكفالة 20,000 جنيه. وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم انتحل وادعى أن له علاقات قوية بشخصيات هامة في الدولة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 450,000 جنيه من بعض المواطنين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.